تمتاز الشواطئ الممتدة من محافظة الشرقية ومن رأس الحد بالتحديد وحتى محافظة ظفار، وخلال وقت الصيف فترة الخريف بهبوب الرياح الموسمية الباردة والتي بدورها تلطف الجو طوال هذه الفترة، وتكون ما بين شهري مايو وحتى شهر أكتوبر، وبالتالي تكون مرتعا للتخييم والزيارات والتنزه. تبدأ رحلتنا من رأس الحد والذي يتميز بموقعه الجغرافي وكأول منطقة تشرق عليها الشمس في الوطن العربي، بالإضافة إلى شواطئها النظيفة ورمالها الناعمة، وهي منطقة جذب عدد كبير من السياح وممارسة الرياضات المائية المتنوعة كالتزلج الهوائي على الماء باستخدام المظلات الهوائية وركوب الدراجات المائية وغيرها من الرياضات التي تستهوي العديد من السياح. قريبا من رأس الحد منطقة رأس الجنز، وهي تتميز بشواطئ تعشيش السلاحف الخضراء التي تعد من السلاحف النادرة والتي تعود كل سنة لتضع بيضها على الشواطئ التي أبصرت فيها نور الفجر لأول مرة قبل عشرات السنين، وتتخذ من منطقة رأس الجنز ملاذا هادئا تضع فيه بيضها ليؤمن استمرار وبقاء هذا النوع وحمايتها من الانقراض. وأيضا يمكن التمتع بجمال الشاطئ ومشاهدة الآثار البديعة والتشكيلات الصخرية التي كونتها الرياح والأمواج. كما تم إنشاء مركز علمي يحتوي على معرض مخصص لحياة السلاحف. يطل الساحل الشرقي من عمان على واحد من أكثر الأنظمة حيوية في العالم. هذا النظام هو يرتبط بانعكاس أو تغير اتجاه حركة الرياح بين فصلي الصيف والشتاء في المحيط الهندي. في فصل الصيف ترتفع درجة الحرارة في الجبال الواقعة بين قارتي آسيا وأوروبا، ما يعرف بالقارة الأورو آسيوية. بسبب ارتفاع درجة الحرارة في هذه الجبال تنشأ منطقة من الضغط المنخفض في الشمال، في الشمال الشرقي، بينما يكون المحيط الهندي في المقابل في يعني ذو درجة حرارة منخفضة نسبيا بسبب السعة الحرارية العالية للمياه، وبالتالي يكون الضغط في هذه المناطق مرتفعا. تنشأ تيارات هوائية باتجاه الشمال الشرقي من الجنوب الغربي إلى اتجاه الشمال الشرقي على امتداد الساحل الشرقي لعمان. لذلك يعني مع هذه الحركة، مع حركة الرياح هذه في فصل الصيف، تنشأ تيارات مائية صاعدة تسمى التيارات المائية الصاعدة من قاع المحيط باتجاه سطح المحيط على امتداد الساحل الشرقي من عمان، حاملة معها كمية هائلة من الغذاء، من التيارات المائية الغنية بالغذاء، الغنية بالمواد العضوية التي تجذب إليها كميات هائلة من الحيوانات البحرية، الكائنات البحرية التي يصطادها الإنسان ويقتات عليها. لذلك كان هذا الساحل على مر العصور البشرية امتدادا من العصور الحجرية القديمة والحديثة والعصر البرونزي والحديدي إلى العصور الحديثة من أكثر السواحل في العالم يعني آهلا بالسكان. هناك يعني آثار بشرية في رأس الحد، في رأس الجنز، في ما يعرف برأس الخبة على في محافظة جنوب الشرقية، امتدادا يعني الى محافظه الوسطى في بر الحكمان، ولايه الدقم والجازر، راس مدركه ايضا، وصولا الى محافظه ظفار في جنوب عمان. في الشتاء تنعكس يعني حركه الرياح تصبح من الشمال الشرقي باتجاه الجنوب الغربي، ايضا يعني مؤديه الى وفره الكائنات البحريه في مناطق معينه على امتداد هذا الساحل. Thank you.
والمناطق الموجودة على الساحل الممتد ما بين رأس الحد ومنطقة الأشخرة، وهي منطقة البندر الجديد والسويح والرويس وأصيلة وغيرها، هي مناطق سكنية يعمل سكانها في صيد الأسماك خلال موسم الصيد في فصل الشتاء، ولا تخلو شواطئها من السياح لما تتميز به من مقومات جمالية وطبيعية. تشتهر نيابة الأشخرة بجذبها للسياح نظرا لموقعها المتميز بين القرى الساحلية، لكونها تمثل متنفسا سياحيا جميلا للأسر والرحلات الشبابية، حيث مناظر الشطآن الجميلة والتي تمتلئ بالعديد من أنواع الطيور، وميناء الصيد الذي يضيف لمسة جمالية للمنطقة. فبجانب خدمته الكبيرة للصيادين، أضاف خدمة سياحية من خلال وقوف السياح على مرافئ الميناء واستئجار قوارب الصيادين للتنزه وممارسة هواية الصيد على الأرصفة البحرية بالميناء، إضافة إلى ممارسة هواية السباحة التي قد تكون أكثر أمنا واطمئنانا من الشواطئ الأخرى. تمتد الشواطئ حتى تصل إلى منطقة شنة، المنفذ البحري إلى جزيرة مصيرة. وعند وصولك إلى هذا المكان، تستقبلك بحيرات الملح والتي تشكل حاجزا بين الميناء والشريط الساحلي. تم تطوير الميناء ليضم عددا كبيرا من سفن الشحن والعبارات التي توصل السكان والسياح من وإلى جزيرة مصيرة، وهي تعمل على مدار الساعة وتتوقف في فترة المساء. فبإمكانك شحن سيارتك إلى جزيرة مصيرة وتستغرق ما بين ساعة إلى ساعة ونصف بالعبارات وبسعر رمزي بسيط. تعد شواطئها بحد ذاتها من الأماكن السياحية، فهي تتيح فرصا لا مثيل لها لمشاهدة السلاحف البحرية، وهي تتناسل وتتكاثر في بيئتها الطبيعية. كما أن السياحة في الجزيرة مناسبة جدا للتزحلق الشراعي على البحر وصيد السمك والغوص،
إضافة إلى انتشار عدد من العيون المائية في الجزيرة، أهمها عين القطارة ووادي بلاد وغيرها من العيون بالقرب من جبل الحلم في جنوب الجزيرة، ويوجد بها بعض الآثار القديمة وحصون ومساجد وآثار، ويرجع تاريخها إلى 3000 سنة قبل الميلاد. وفي وسط الجزيرة توجد سلسلة جبلية تعد بمثابة العمود الفقري لها، تمتد من شمال الجزيرة وحتى جنوبها. تمتاز جزيرة مصيرة على الساحل الشرقي من عمان بوجود صخور الأوفيولايت القاتمة اللون، هذا بالإضافة لوجود صخور جيرية فاتحة اللون. صخور الأوفيولايت هذه هي عبارة عن قطعة من المحيط الهندي، من قشرة المحيط الهندي، اعتلت هذا الجزء من عمان، الجزء الشرقي من عمان، وهي موجودة اليوم في جزيرة مصيرة وأيضا موجودة في رأس مدركة. طبعا صخور الأوفيولايت الموجودة على الساحل الشرقي من عمان مختلفة من ناحية يعني التركيب، ومن ناحية أيضا العمر، عن صخور الأوفيولايت القاتمة الموجودة في شمال عمان، لأن الصخور الموجودة في شمال عمان أصل هذه الصخور هو بحر عمان من الشمال، بينما الصخور الموجودة في مصيرة هي من المحيط الهندي. ولاية محود إحدى ولايات محافظة الوسطى، والتي تتميز بشواطئ بكر، تتميز بوجود أعداد كبيرة من الطيور البحرية مثل طائر النورس وطائر مالك الحزين والفلامينغو، فضلا عن أنواع أخرى من الطيور المهاجرة. ومن أشهر المناطق في هذه الولاية منطقة الجوبة، التي تشتهر بغطائها الأخضر وخاصة عند هطول الأمطار، إذ ينمو فيها العشب على مد البصر لتكون مراعي للعديد من الحيوانات كالأغنام والإبل التي يشتهر سكانها بتربيتها. ولا تخلو المنطقة من الخدمات التي وفرتها الحكومة الرشيدة كالمراكز الصحية والمدارس وغيرها من الخدمات التي يحتاجها سكان هذه المنطقة. تتميز محافظة الوسطى بمجموعة من الشواطئ المتباينة في طبيعتها وتضاريسها، فبعضها تحيط به الصخور في صورة فنية أقرب إلى المظلات الطبيعية، خاصة بمنطقة رأس مدركة والشويعير بولاية الدقم، وبعضها الآخر يتميز برماله الناعمة النظيفة مثل شواطئ الجازر ومحود، وتشترك جميعها في طقس معتدل يميل إلى هبوب نسائم باردة مصحوبة برذاذ خفيف، وهو ما يعطيها خصوصيتها. Thank you.
ولاية الدقم. من أبرز معالم هذه الولاية حديقة الصخور التي تشكلت عبر ملايين السنين، وهذا الموقع الجيولوجي الأثري المهم بما يحويه من أشكال فريدة ومميزة نحتتها الطبيعة بفعل الرياح والأمطار، ليس ببعيد عن مدينة الدقم، حيث يقع تحديدا بين المنطقة الرطبة والميناء الجديد. وتقدر مساحة الحديقة بحوالي 3 كيلومترات مربعة، حيث لعبت عوامل النحت والتعرية دورا هاما في تشكيل الصخور. ويمكن للسائح أن يمتع ناظريه بأشكال جيولوجية فريدة من نوعها بما تحتويه من حفريات ومستحثات، وتمنح هذه الحديقة الفرصة للسائح بأن يتطلع لعجائب نحت الطبيعة، حيث تتباين الأشكال والمنحوتات الطبيعية كأشكال الحيوانات المختلفة والوجوه البشرية وغيرها من العجائب. يمتاز الساحل الشرقي من عمان أيضا بوجود الكثير من العوامل التكتونية التي تبقي هذا الساحل في حالة ارتفاع مستمر، ارتفاع مستمر بسبب الحركات التكتونية التي يتعرض لها المحيط الهندي. المحيط الهندي فيه مجموعة من الصدوع المشهورة عالميا، يعني سببها الرئيس هو انفصال القارات عن بعضها البعض بين طرفي يعني المحيط الهندي. بسبب هذا الارتفاع تكون هذه الصخور يعني دائما في مسألة ارتفاع عن سطح الأرض. الصخور الموجودة في حديقة الصخور هي عبارة عن صخور جيرية، ومعلوم عن الصخور الجيرية أنها من أكثر الصخور تعرضا لعوامل التعرية، سواء عوامل التعرية الكيميائية التي تكون مرتبطة على سبيل المثال بذوبان الصخور بفعل المياه العذبة، أو أيضا عوامل التعرية الميكانيكية المرتبطة مثلا بالرياح، بسقوط الأمطار، بتغير درجات الحرارة في اليوم الواحد أو بين فصول السنة أو بين السنوات المختلفة. مع وجود عوامل التعرية هذه سواء الكيميائية أو الميكانيكية يعني تتغير حالة الصخور، ويعني تتفتت وتتعرى وتذوب بطرق مختلفة. وبسبب طبيعة هذه الصخور الجيرية التي ترسبت منذ ملايين السنين وتعرضها لعوامل التعرية الكثيرة هذه، يعني تتشكل بأشكال مختلفة، أشكال تضاهي أو تشابه يعني أشكال الحيوانات أو الإنسان أو غير ذلك من الأشكال الطبيعية. والإنسان ربما يعني يرى في هذه الأشكال صور مختلفة، يعني اعتمادا على طريقة رؤيته لهذه الصخور، على الفن الذي يريد أن يحاكيه من خلال رؤيته لهذه الصخور. وهي منطقة رائعة جدا وتتميز يعني في المنطقة عموما، يعني هي من أفضل المناطق لرؤية الأشكال التي تتكون بفعل عوامل التعرية ربما في شبه الجزيرة العربية كاملة. الجازر. تشتهر ولاية الجازر بالبحيرات الوردية التي تقع على بعد نحو 7 كيلومترات شرق مركز الولاية، وهي عبارة عن برك تتجمع فيها المياه المالحة. ونظرا لطبيعة لون التربة المائل للون الوردي، تظهر هذه البرك وكأنها ذات مياه وردية، حيث ترسم هذه البحيرات لوحة طبيعية بلونها الوردي الذي يتميز بين البحار. فإذا وقفت على الرمال الفاصلة بين البحيرات وبين البحر، فإنك ستتمتع بلون البحر الأزرق واللون الوردي معا. وتحظى البحيرات الوردية بزيارة عدد كبير من المواطنين والأجانب،
بسبب جمالها الفريد الذي يستدعي اهتماما من الجهات المختصة لتهيئتها بالمرافق والخدمات السياحية حتى تكون وجهة وملتقى للزوار من شتى المناطق والبلدان. البحيرات الوردية عموما تتكون عندما ينفصل لسان بحري أو ما يعرف بالخور أو الخيران عن البحر. عادة يكون هذا الانفصال بسبب يعني امتداد الكثبان الرملية على الساحل بحيث ينفصل هذا اللسان عن بقية يعني البحر، بقية مياه البحر. بسبب انفصال هذا اللسان البحري عن البحر ترتفع درجة الملوحة فيه بسبب تبخر المياه طبعا. الملوحة تصل إلى 4 أضعاف أو ربما حتى يعني تصل إلى 8 أضعاف درجة ملوحة مياه البحر. بسبب هذه الظروف الكيميائية يعني القاسية والصعبة يعني لا تعيش الكائنات البحرية عموما في هذه المياه إلا بعض أنواع البكتيريا أو الفطريات. هذه الأنواع من البكتيريا عادة تكون بكميات هائلة جدا، تملأ هذه البحيرات بكميات هائلة. تكون هذه البكتيريا يعني صغيرة دقيقة الحجم، ومع هذا أيضا تنتج صبغة وردية اللون، تكسب أو تضفي على هذه البحيرات لونا يعني ورديا رائعا جميلا. هذا اللون يعني يرتبط بارتفاع درجة ملوحة هذه البحيرات، وفي الغالب لا تستطيع الكائنات الأخرى أن تنافس هذه الأنواع الكائنات الدقيقة في الحياة، فتنفرد هذه الكائنات البكتيرية والفطرية بالحياة في هذه الظروف. شواطئ وسواحل عمان فريدة من نوعها، وهي تمتد من شمال عمان وحتى جنوبها، سواء ذلك الشاطئ المطل على بحر عمان أو بحر العرب أو الخليج العربي أو مضيق هرمز في الشمال، متميزة بطبيعتها الخلابة ومناظرها الجميلة وتضاريسها الجيولوجية على مر العصور والأزمان.